وللمزيد تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. مرحبا بك ولاء، ماذا لديك من تفاصيل وتحديثات إذ يبدو الوضع له وتيرة مختلفة؟ نعم، أهلا بكم. نتحدث عما جرى منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، حيث اقتحم قوات الاحتلال مناطق واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في أبرز التحديثات نتحدث عن ما حصل في مدينة أريحة، وخلال هذا الاقتحام كان هناك اشتباكات ما بين قوات الاحتلال وأيضا الشبان الفلسطينيين. استخدموا عبات ناسفة محلية الصنع خلال اقتحام مدينة أريحة والكرم وجنين. في هذه الأثناء نتحدث عن اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال باعتقال شابين من منزليهما. وإلى الجنوب من الضفة الغربية قامت قوات الاحتلال باحتجاز زوجة أسير عدة ساعات وقبل أن تفرج عنها على حاجز النشاش، وصادرت مركبتها خلال اقتحام مخيم لجيش اللاجئين في بيت لحم. بعد ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس واعتقلت شاب ووالدة، وأطلق مقاومون فلسطينيون النار فجر اليوم في مدينة طول كرم، حيث توغلت قوات الاحتلال في هذه المنطقة. وصرحت كتيبة طول كرم سرايا القدس باستهداف قوات الاحتلال بإطلاق النار وأيضا بالأكواع الناسفة محلية الصنع. في إلى جانب ذلك، إلى مخيم عين السلطان في مدينة أريحة قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم، تمخذت عن ذلك وجود اشتباكات ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال وأيضا إلقاء عبات ناسفة محلية الصنع خلال هذا الاقتحام. وفي مخيم عين وفي مخيم عقب الجمر أيضا قامت قوات الاحتلال باقتحام هذا المخيم. إلى الشمال من مدينة أو من الضفة الغربية، حيث دهمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وانتشرت في أحياء متفرقة من هذا المكان، وتمخضت عن ذلك بطبيعة الحال اشتباكات وحصار لمخيم جنين الحكومي وأيضا الأكواع التي كانت هي محلية الصنع، وقامت بإطلاق باب الملء النار واشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وأيضا المقاومين الفلسطينيين. كل هذه الأحداث أيضا في مدينة الخليل، كان هناك أيضا اقتحام لبلدة يطا ومصادرة لبعض المركبات واشتباك أو عفوا مواجهة ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين. نعم، بالنسبة للوتيرة ولاء، يعني إذا ما قورنت بالأيام السابقة وتيرة الاقتحامات، هل هي تعد مكثفة وأكثر تكثيفا؟ نعم، منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن العديد من الفلسطينيين أو حتى من وتيرة الاقتحامات التي ازدهرت بشكل كبير ما بين قوات الاحتلال وبين الفلسطينيين، خاصة بعد 7 أكتوبر حيث تشنحنتها قوات الاحتلال سواء باقتحام المنازل والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وأيضا تقوم باعتقالات حيث قالت نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن عدد الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال تجاوز منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن أكثر من 4600 فلسطيني تم اعتقالهم. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين، شكرا جزيلا على هذه المعلومات.